والاستاذ عدلي بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يا استاذ مذكور؟ ده بيركب عربيه في الهوا بيتيقله. هو فين الاستاذ عدلي؟ هلا هو فين؟ ده كان هنا من شويه بأمارة ما هو لابس بدله حمراء. اه حمراء، ده انت بيتهيألك في مخك حاجات تهيؤات. اقسم بالله شفته وهو نازل من بيته واقف يكلم نفسه كأن في حد واقف قدامه. هو احنا رايحين فيه؟ مكان شيك قوي هيعجبك. المهم ما يكونش بعيد. طول ما انت معايا مش عاوزك تشيل هم حاجتين، لا الزمن ولا المسافه. بقولك ايه يا اسطى، وحياتك بتحفظ السكه عشان تعرف ترجعني. هي هتعرف ترجع، دي ما بتغلبش. يا اسطى بكلمك، بقولك احفظ السكه كويس، انت ما بتردش عليا ليه؟ هو في ده قلقاسه؟ دي قلقاسه ولا دي عشان اصلا يعني كذا مره؟ ما اصل هو لو يعني من عند السيده زينب ف ممكن قوي يعني، انما يعني كنا عند عمتي وانا صغير، كنت رحت لعمتي بقى ما كانت عامله قلقاسه يعني. مين ده؟ هو ده من بلدكم ولا ده منين ولا ده ايه؟ في الآن من السواق ده، أنا أركب مع السواق بعين واحدة؟ طب هيشوف المرايات إزاي؟ تلاش لا حول ولا قوة إلا بالله.